مراسل أخبار الآن وسام يوسف كان هناك في منطقة جامع النوري الكبير، نتابع. قبل ساعات تم تحرير جامع النوري ومنارة الحدباء من قبل قوات مكافحة الإرهاب، كما يظهر من خلفي هذه هي قبة الجامع بعد أن قام تنظيم داعش بتفجيرها. من تحت هذا المكان ألقى البغدادي خطبته التي أعلن فيها قيام دولة خلافته المزعومة، واليوم مع سيطرة القوات العراقية على هذا المكان تكون فعليا ومعنويا الدولة التي أعلنها البغدادي في حكم المنتهية.